كاتدرائية اسكتلندية، مكان غريب لدفن الكنز. لا، ليس صحيحا. لا، عند وصول ايفري الى هنا كان المكان مهجورا بالفعل. عاملين ايه يا جماعه الاخبار؟ استنى استنى يا ابني، طب عامل ترغو. عاملين ايه يا جماعه الاخبار؟ طيب في تعليق كل شويه يتكرر يقول العب بالدراع العب بالدراع. انا خايف العب بالدراع عشان الحتت اللي هي فيها ايه يعني اسلحه وكده، الكيبورد والماوس بالنسبه لي افضل، ولكن هجرب المره دي هلعب بالدراع وهنشوف هنوصل لايه. ومفترض ان احنا وصلنا لمكان ايفري ده، المكان اللي هو ايه فيه بقى المكان اللي مستخبي فيه الحاجات. طبعا مش هنلاقيها، انا عارف يعني اكيد اللعبه هلاقي فيها لغز يدلني على حاجه تانية، فهلاقي لغز تاني وهكذا. المهم احنا ايه بقى، ما تنساش بقى اللايك والحاجات الحلوه دي، ويلا نبدا على طول. يلا بينا. فين بقى؟ استنى، انه بينط بالاكس اكيد. ايه ده، هي دي النطه؟ نط على علي. ماشي يا عم. ايوه كده ايوه كده. ايه ده، بيضرب بالارض. الطيور طارت يا ولاد اللعيبه. اذا طب ماذا حدث بينك وريف؟ لم استطع التعامل معه. استنى، واثق انه اكتفى مني. كنت ما زلت غير قادر على تقبل موتك، ومع غضبه من عدم العثور على الكنز أنا واثق أنه كان مستعداً لقتلي عند انسحابي. تخيل ما كان سيفعله بك الآن. نعم، أحاول ألا أفعل. أراضي الكاتدرائية؟ نعم تقريباً، لكن مرت فترة، الذكريات ضبابية. تمام، إحنا هنعمل إيه بقى؟ مرت فترة، الذاكرة ضبابية. طيب امسك نفسك. هيموت، هيعيط، هيموت، هيقل دي كتكوت. ما ينفعش اديله رجل كده وقع هو تحت وخلاص. مش تطلع فوق يعني، اطلع من فوق ولا اعمل ايه؟ طيب انا دلوقتي اعمل ايه؟ طيب تعالى بص بص، انا هعمل ايه، هنط كده ونط كده ونط كده. ده كده ده كده كلام سليم. هتيجي انت كمان؟ لا، ما رضاش يجي. يبقى ده كلام مش سليم، يبقى انا هسيبه وامشي عشان انا بحب الكلام اللي مش سليم. لا، ده انا كده ماشي صح اهو. ايه ده، سيتحمل هذا. ايوه ما كل هذا؟ معدات تنقيب شورلاين. ماذا؟ انظر، ظلمتها بجوار الكاتدرائية. تبا انبطر. اوعى اطلع يلا. حسنا، نحن في امان. في امان؟ مش كان في واحد ثالث؟ سررت بمقابلتكم يا شورلاين. يبدو انهم كانوا ينتظروننا، وكانهم يبحثون بعيدا عن الكاتدرائيه. اذا لنصل الى تلك المقبره وبسرعه. بالضبط، يلا بينا. وما في ناس ثانيه عرفت نفس المكان. ايه ده، ماذا تعتقد؟ مش عارف، ديناميت ولا صدق؟ ديناميت. ديناميت فعلا، مش صدق. انا كنت فاكره مع هذه الماده. طب ارميها فين؟ على الباب؟ فتحت الباب. كان ذلك صاخبا، امل الا يكونوا سمعونا. انظر، هناك طريق عبر السطح. انه اعلى من الصعود بالدفع. فلنبحث عن شيء نتسلق عليه. اه، يبقى هجر حاجه اتسلق عليها. هو صاحبي شان ايه اللي لقيته يا اسطى؟ وليه هو بعيد قوي كده؟ تعالى يا عم انا جاي اهو، هجيب البتاع الاصفر ده. يا لهوي، هيمشي بقى المسافه دي كلها؟ ماذا عن تلك العربه؟ يمكننا استخدام هذا للتسلق خارج المبنى. ايوه، هنطلع منين اصلا؟ من هنا؟ هدمر الباب ده؟ مفيش غير الباب ده. ما لقيتش حاجه اصعب يا عم سام انت؟ ايه، اجري بعيد يلا. تذوق هذا يا باب، انت بارع مع هذه الماده، فجرت كثير عبر السنوات. معلش معلش بالغلط. يلا يا عم امسك معايا. طيب يا عم الباشمهندس، يا عم ماشي. انا يا عم انا هشتغل لوحدي يا عم، انا عارف انا اللي معايا كلهم سكليه مش بتوع شغل. اختبئ.
وجدتهم هنا. استنى كابتن، ده بالغلط، انا اصلا لسه بالدراع ده. بص يا عم، يقول لك العب بالدراع. دراع ايه يا عم؟ باشا شوتر لازم ماوس وكيبورس بس كده. خد هات سلاحك، هات اي مع اي كي 47. حب انا ده. تعالى ماشي خلاص. الموسيقى التصويريه شغاله لسه ليه؟ اه تعال. سلام، يلا بينا يا اسطى، وسع يلا. حسنا، تم بشكل جيد، كان ليصبح اسوأ. نعم، لنرحل قبل ان يتواصل معهم احد. يلا، ده انت غلس وانت صغير وغلس وانت كبير. يلا وسع كده، وسع. ده ايه ده؟ انت اتم يا عم، امشي انت كمان، امشي. كل ده عشان نجيب حاجه نطلع عليها يا عم؟ نط خطوتين على الحيطه واطلع يا عم. يعني انت بتعمل الباركور والكلام ده كله مش عارف تطلع على الحته دي؟ مش عارف تجيب برميل من اللي جوه؟ بص يا عم الجثه دي اهو، بص خطوتين. ده انا اجريها عادي يعني. زمان يعني وانا صغير شويه. هكذا لنذهب، نكمل بالدراع بقى عشان برضو ايه اللي بيقول لي العب بالدراع ده ما يزعلش. اطلع يا عم، نط يا عم. يا سلام، فرقت. اطلع يا عم انت كمان، يلا يا حاج اسماعيل. هو اخويا مش هيطلع ليه؟ هو سابني ومشى ليه؟ طيب حسنا، والان ماذا؟ عظيم. اوه بحذر. يا عم على الله، سأعلق ذلك هكذا. ايوه، راح فين بقى؟ هي لا 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 لا. طيب انا اسف للناس اللي قلت تلعب بالدراع. عظيم. اوه بحذر، سأعلق ذلك. يلا يا عم هكذا. بص بص، يا سلام، كيبورس وماوس يا جدعان. أيمكنك فعل ذلك؟ أما تتكلم، علمتك تلك الحركة. حسنا، لنرى إذا. أنا المفروض أروح فين؟ هنا؟ صح كده؟ أنا كنت هنا أصلا؟ هزعل لو أنا كنت هنا أصلا. فين كنت؟ براعة. معلش. نرجع تاني. هنا؟ استنى، بيمد ايده. يلا بينا. حلو، يبقى هنا. ده في سلم اهو. سام، هناك سلم بعيد عن المتناول. حسنا، سوف اتي. نعم. تعال. ايوه يطلع لي هنا. بحسب يطلع لي من فوق ينزل السلم، قلت ازاي يعني. يلا ولا ادفعك وانت فلوس. يلا يا عم، يلا بعدين طلع صغير باش الكبير يشيل، والصغير هو اللي يعمل حركات اللياقه دي. هو بص اللياقه تعبانه خالص، المفروض انا اللي اطلع وانزل له السلم. ارمي السلم يا عم. تعال ساسحبك يا ابني. انت بتهزر يا ابني، ما تنزل لي السلم. ولا مفيش السلم صغير يعني؟ اسحبني انت ذا. يلا شكرا. وريني المنظر. حسنا، ها هو مسكن الرهبان، صعود وحركة وقفزة. لا تنحسنا، سنهبط. هذا مؤلم. معلش. ايه بقى؟ استنى استنى استنى. ماشي،
اضربه ولا اسيبه دلوقتي؟ ماشي، خليه ناحيه الشمال. اذهب حيث النقود. هذا بارد. البروده تزداد. ساقضي حاجتي بينما تعلم المجند الصغير. ماذا حدث بعد ذلك؟ قضي على التمرد؟ سيطر على التمرد بمساعدتنا، لكن بعد نفاد المال لم يعد هناك سبب للبقاء معه. والجنرال لم يستمر لليلة. هو غاد قصار كما تقول. ايه ده؟ ممكن اعمله تاكل؟ استنى، اتمنى اي شيء يوفر لنا المزيد من القتال. جيد، اوافقك. حلو ده، في واحد فوق كمان. طب نجيب السلاح الثاني. دور كتير قوي. المفروض كنت اعملها بتخفي صح؟ ما علينا يا عم، خلاص انت كل ما تجيب كلاية بتفرح. ثانية واحدة كابتن، بعمل ريلود بس. بالسلامة. هلا ما بيموتش يا عم. هو ده واحد تاني. ماشي. كان ذلك صعبا. هناك عليش. من سمع كل ذلك. لنتحرك. يا سلام. طب دي اعمل بيها ايه؟ خليها معايا، تعالى يمكن نعمل عليها شاي ولا حاجه. ايه ده في كتير يا عم. من هنا. يلا بينا جايلك. يلا استنى، الواد ده كان معاه ايه؟ يا سلام، كان معايا كل يوم معاهم طلقات الاي كي 47. يلا نكمل طريقنا، هناخدها بقى ايه كده؟ اكيد لازم نتشل. ما خلاص انزل يا عم. ايه النزلة الغريبة دي؟ ايه ده؟ هعمل هنا ايه طيب؟ هروح من هنا لفين يا عم؟ امسك في الحاجات اللي هناك دي؟ يلا. كويس. يطلع كده كده بس. اخويا بقى هيعرف يطلع زيي ولا ايه الدنيا؟ حلو ماشي. خلف تلك الجدران. مالها بقى خلف؟ ترجع نوصل وخلاص يعني؟ ماشي يا عم، انتوا بتفضلوا كده وتفضلوا في الاخر يطلع لكم حاجات تانية. انها زلقة جدا يا صاحبي. عبر هذا الوادي. ماشي كده هنلف حواليه بقى و... عن طريق اخر. كده هنلف حوالين نفسنا. ونفسي اعرف ايه المفرقعات اللي هناك دي. ماشي تعالى من هنا بقى. سنهبط. اين سينزل ذلك الثري الاحمر؟ بهدوء يا اخي، نجوت من انفجار كان سيطيح بذراعي لاتعامل مع ذلك الفقير. كان علي ان اقتله. الرجل يواجه طاقمنا كله. برايك ماذا ستفعل نادين بك؟ كنت انفذ اوامرها. ومع ذلك ماذا تظنها ستفعل؟ طب ايه؟ تبا ستعاقبني. بالضبط. خذ نفسا عميقا وامشي قليلا. الأحمق يعتقد أنه سيعلمني وظيفتي. يا عم يلا. بس لسه هتعب نفسي واستخبى واشوفهم واعمل هم ثلاثة اضربهم وخلاص يا عم. حسنا فلنواصل الحركة. يلا يا عم الحركة بركة. نواصل الحركة. حلو. هنمشي بقى ونفضل نتنطط نتنطط، ما تهزرش. ها 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 ها. وصلنا. ايه ده؟ وصلنا. ايه ده؟ التقط انفاسك، هناك انزلاقات. هذا يبدو اكثر خطورة. ماشي انا هتدرى ورا السور. يلا بينا. تبا لا خيار. واو 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 واو. تبا. كي ويس. ماشي يا عم فعلها. يلا عايز اتفرج عليك وانت بتفعله. اوعى بس تروح مني، انت بقت عظمة كبيرة. هل قمت بالقفز بالحبال من قبل؟ لا، لكني واثق ان هذا افضل.
النطة بتاعته يا اما فيلم هندي يا اما بيعرفش ينط خالص. سبحان الله. والتعرض لاطلاق النار. يلا كويس، يلا بينا يا اسطى. لقد فعلتها. ليس بعد، لا يزال علينا التسلق اعلى لعبور الوادي. امل ان يتوقف الانزلاق. ظهري مليء بالحصى. ها هي بوابة المفجع. انا عارف ان دي البوابة يا عم، انا اروح للمفجع ازاي؟ المهجع اللي انت بتقول عليه ده. يلا شكرا اللي انت قلت لي والله. يا سلام على الافلام الهندي، يا سلام. ماشي كده الف من هنا ولا اي حاجه الناحيه الثانيه. ايوه انا مش عارف، انا بنط يمين وشمال وخلاص، هو بيعمل مع نفسه يعني. برافو عليه. اعمل ايه بقى دلوقتي؟ انت جاهز؟ لا اها، ده في عصايه هناك همسك فيها. هي البتاعة دي؟ طب ما تجيب لي حرف كيو دلوقتي. يلا بينا. يلا يا سلام. ايه ساعدني. ماشي لما يجي بقى. هيبقى هو جه وصل. يلا هيا. مفاجأة مش كده؟ هنقابل ناس في وشنا اكيد يعني. سأفعل. هيا. حسنا هيا. حلو. ها قد وصلنا. نعم كذلك. لقد وصلنا. يا إلهي انظر لهذا المكان. مرحبا في مهجع القديس ديسما، المثوى الأخير المزعوم لهنري إيفري. فلنعثر على القبر. يمكن هي أمه اللي زعلانة دي عليه. هو ده القبر بتاعه؟ هو ده؟ هذا به زوج من السيوف. يبدو أن ريف كان يبحث بالفعل. عظيم. من الجيد أنه لا يعرف عما يبحث. لا لكن يمكن أن يحالفه الحظ. لنأمل خيرا. هجيلك من الناحية التانية يا عم. ماشي معلش يا سماعي، الواحد لسه بيتعلم المشي. لكن لا عظام متقاطعة. حجر جميل لكن لا، تواريخ مختلفة. ألف ستمية تسعة وخمسين وتسعة وتسعين هنا فوق. لا لا مش مظبوط، التواريخ مش مظبوط. لا هذا ليس القبر الذي نبحث عنه. اهو بلا سيوف. هذا ليس مش هو. لا احنا كده قربنا. إليك مقولات مقدسة، ثق بأن ذنوبك سترتد عليك. السيوف تتطابق. لنرى. لا التاريخ مش مظبوط. لا تواريخ سيئة. نروح الناحية الثانية. هو حد من الاثنين دول؟ حسنا السيوف مطابقة. التاريخ مظبوط، هو ده. ذلك السنة. تعال يا سام. أوجدتها؟ انظر، بنجامين بريدجمان. هذا اسم شهرة إيفري. هناك شيء غريب في الجمجمة، وكأنها لا تنتهي إلى الحجر. نعم، الغريب فيها هو أن هذا ليس رمز إيفري. نعم، الجمجمة تواجه هذا الجانب. نعدلها بقى. هيحصل لك ايه بقى؟ ما هذا؟ اوه يا الهي. جاهز لهذا؟ انا جاهز. مش جاهز الصراحه. طويلة. فانا بس انا نفسي اعرف ايه. انظر لذلك. لنرى ماذا لدينا. يلا بينا لنرى. يا ترى لاين بقى يا ترى؟ احنا في مقابر ونازلين تحت. ايه بقى؟ مش عايز اي حاجات تفجعني. سرداب مخفي خلف باب سري. الباب السري تمت اضافته بعد ذلك. لاخفاء غنيمته. فلنأمل هذا. ايه ده؟
ماشي، حاجات من الحاجات اللي انا بجمعها اللي انا مش عارف ايه فايدتها، ومحدش بيقول لي في التعليقات ايه فايدتها. قولوا لي ايه فايدتها بقى بعد اذنكم. يعني المجموعة هنا. يا الهي، دزمة على اليسار، اللص التائب، جاستس على اليمين، لص حقير. كان ايفري من محبي القديس دزمة. كان ايفري يعتبر نفسه اللص الطيب، ها؟ لم يكن يسرق وينهب سوى المشركين غير البريطانيين. هذا معنى الطيب في الماضي. جيد فعلا. طب ايه الحاجات دي كلها؟ يبدو مصباح. يا مدخن، احتاج الى ولعتك. هذا يؤذي مشاعري. ليس بقدر ايذاء رئتيك. شكرا ايها الاب دافي. أليس هذا مبهرا؟ الضوء قادم من الجانب الآخر. يعني ايه؟ نروح الناحية التانية والضوء هنا. ده في لغز احله مثلا. ثواني، اتنين واتنين واتنين رايحين على العيون دي، واحد واتنين وثلاثة. مش فاهم حاجة. نروح الناحية التانية، يمكن يكون في هناك شيء عند قاعدة التماثيل. فلنرى اذا. يمكنني تصويب الاضواء. يا راجل احب هذا. لا دي راكبة دي مع دي، دي مع دي. يا ده ممكن الفها كده وكده. طب يا عم ماشي، مش طول حزورة. طب دي مع دي. ايوه دي مع دي. حلو ماشي، نروح لدي. المسافات طويلة. دي دي مع دي كده. في حاجة غلط كده، في حاجة نعملها غلط. ماشي هنعرف بعدين. ايه ده، ودي بعيدة ليه كده؟ هذا يبدو صحيحا. ماشي، الاول خالص مش صحيح. نيثان، لقد نجحت. تمام. تبدو كمجموعة نجوم. نعم، هذا ليبرا، ميزان العدل. اختيار مثير للاهتمام لمجموعة قراصنة. حسنا، لنجرب هذا. افتح يا سمسم. الكنز الخطأ. منظر جميل، لكن لا كنز. لا، لكن أترى تلك الصلبان؟ نعم. هل هذا كهف في الأسفل؟ يبدو أن إيفري يحاول توجيهنا للمكان التالي. مش هنخلص، مش هنخلص. لكن هناك مشكلة واحدة. العودة من هنا تعني العودة من الكاتدرائية. ونعود تجاه ريف. تبا. لا داعي لإبقائه منتظرا. يلا بينا. نرجع نطلع فوق خالص ولا نعمل إيه؟ ولا نعمل إيه ولا أنا فاهم غلط؟ قولوا لي أي حاجة. نرجع تاني. شوف التلات صلبان والكهف اللي بيقولوا عليهم ده. مش عارف الكهف ده هوصل له إزاي أصلا، بس أنا مش عارف الاتجاه إزاي. أنت دوختوني بالحاجات دي. في ناس اكيد. فتحوا البوابه هناك. جيد، لان هذا هو طريقنا. ماشي، المره دي بقى ما ينفعش اتغابه واعمل اللي انا بعمله. لازم المره دي ابقى انا ايه يعني تاتا تاتا بقى. ماذا تبا؟ هنا، انهم هنا. تعالنا يا نيثان، اسقطهم. لا مخرج من هنا. يلا وين. انا فاشل، انا فاشل، انا فاشل في التخفي والحاجات دي. احنا نلعب بعد اللعبه دي هيت مان عشان اتعلم التخفي، وبعدها العب اساسين كريد، صح كده؟ مع السلامه.
مع السلامة. تعالى تعالى استنى كابتن بيعمل ريلود بس. ماشي خلاص ماتوا كلهم. حسنا نحن في امان. طب ما كده احسن يا عم. بفضل متخفي. ما زلنا نتنفس يا اختي. هذا يكفي. فلنفتح تلك البوابه. يلا يلا نفتح تلك البوابه. هنعرف نفتحها اكيد. محتاجه لغز واللغز والمفتاح عند الفلاح والفلاح دي انفتح اهي. كويس يلا عدي انت الاول كالعاده. بعد كده انا عدي. يلا يلا يا عم الحويط. فين الكهف بقى؟ هذا الشيء ثقيل. هذا صحيح. وهناك مسألة مجموعة النجوم المميزة. كانت مميزة. يلا نتزحلق. أكيد هو عامل البتاع دي لسبب ما. مش هنعرف أمشي من فوق أكيد صح؟ ماشي. يلا عم اطلع. ماشي يا سيدي. ما يا ابني انت واقف ليه كده مستني هناك ليه كده يا عم سام؟ يا سلام على البحر وجمال. فعشان انزل كده خد لي دش. مذهل جدا. تحت ذلك الصليب العالي هذا حيث يريدون ايفري. ما يريده ايفري يحصل علي. اللي عايزه ايفري هيكو. يا فتى ما حالته؟ يا صالي نحن على الطريق. الكنز قريب من الكاتدرائية أكثر مما اعتقدنا. ماذا تريدني أن أفعل إذا؟ لا تطفئ المحركات. سنعود سريعا. لك هذا. أبقني على علم. حسنا. ماشي يلا بينا. كويس. معهم. اهو خد خد كفر خد كفر. يا رب اعرف اتعامل كويس بالمره دي. ما زال لدينا كل شيء الان يدعى البحث للتهويل من الامر. ايه بقى ده سيكينا مطوه دي يا عم. تعالى من هنا بقى وخلاص. تبا هنا رايته. تعالى اجيب البعيد ده. ماشي. لا مجال للهرب من هؤلاء الرجال. نعم وسيزداد العدد كلما اقتربنا من الكاتدرائية. ليه كده؟ تعالى يا عم. أستاذ سام. ها نحن. هيا سأرفعك. نفسي يبدلوا الدور. تبا المكان عال جدا. طب وبعدين يعني انت سبتني كده خلاص؟ منتظر منتظر. سأرى ماذا عند البناء الخشبي هناك. ماشي شوف. ايه ايوه نزل لي حاجة. ها نحن. هذا الشيء ثقيل حقا. ماذا تفعل بالضبط؟ أعطيك حبل. طريقة للصعود سيدعم هذا وزنك. يا شكرا. يلا خلاص يا عرش. هو ليه قال لي امسك في البتاع ده تاني عشان انزل تحت؟ فين اخويا؟ اخويا اللي ما بيعمليش اي حاجه. المفروض اللي هو الكبير. ايه ده الحبل بيعدي منه عادي كده؟ طب انزل تحت فين؟ انا دلوقتي انا. ريب اي. انزل في المايه طب ولا هموت؟ اكيد هموت يعني. امسك في الحاجات اللي على الشمال دي. يلا ماشي لنتسلق هذا. انا في الطريق. يلا 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 يلا, يلا. انا اتجمد. معلش يا حبيبي. وش مفترض انه تتزحلق بقى كده صح؟ استنى. حركه جيده شكرا. حسنا ربما لم تكن فكرة جيدة. امسك. كويس. اللعنة. كن حذرا اثناء الخروج من الزاوية. قادم.
انا جاي كان هذا مذهلا يا راجل. وفر طاقتك، لم ننتهي بعد. ارشدني فحسب. ارشدني، انا عايز اللي يرشدني. طب ننزل كده تاتا تاتا، ننزل كمان في مين حاجه؟ مفيش. ايه ده؟ لو احنا جينا من البتاعه دي نطينا هنا، بعد كده في بتاع فوق اهي، ننط بيها لفوق خالص دي، بس نوصل لها ازاي بقى مش عارف. ايوه اهو. امله ان يتحمل. كويس. هنط كده. كويس. امل ان تكون فكرة جيدة. اهو انا مخليك ماسك في ماسك فرامل اهو. اه هنا هنا كده. ماشي. اوصل السلم اللي هناك بقى. ماشي. نيثان. ايه؟ بالاسفل. انا تحت هنا. كسرت الدعامة على المنحدر. كل حاجة باظت يا عم. تعال. هناك سلم على الجانب الاخر. ما انا شايف. الى هناك. ساحاول. اعترف لديك ميل حقيقي لتكسير الاشياء وخاصة المنحدرات. هي اللي بتتكسر لوحدها والله. هو فيكم بص اخد على قد عقله. ماشي انا بكسر الحاجه. ايه ده؟ وده طلع من فوق ازاي؟ طيب يا دي النيل. هو فيكم يا عم. انا كمان. انت بخير؟ نعم كما كنت اقول. نعم 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 يا عم. نزل لي حبل. بس انت كمان بتملي تكسير الاشياء اهو يا عم. انه امر متوارث في العائله. بالظبط كده. يلا. لن أصل إليك. طيب أنا أروح للخشبة اللي هناك دي. أيوه. آه حسنا. لا أشعر بيدي. أعتقد أنني تأثرت بتقسيمتنا ما بعد كل تلك السنوات. لا تقلق. في أسوأ الظروف ستفقد بعض الأصابع. حلو 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 حلو. ساعدك. اخلص. يلا بينا. هيا. كيف انت بدوني؟ ربما في البيت اثناء شرب الكاكاو. هل انت في الخامسة؟ قل لي انك لا تريد الكاكاو الان. اعني نعم. بالضبط بالضبط. اسكت بقى اسكت لو سمحت. كل لما يرد يكلمه يرد عليه قصف جبهه على طول. انت من غيري كنت عملت ايه؟ كان زماني قاعد في البيت وبشرب كاكاو والدنيا زبادي خلاط. انت اللي موديني للهم ده. هاي انظر لهذا. هناك تقريبا لا ممر على المنحدر. لنتحرك للداخل. يبدو جيدا. ماشي نتحرك للداخل بقى. يبدو جيدا. ماشي يا عم. طالما الخارج مش نافع نخش للداخل. نحن ذا. يلا. ماسك سلاح ليه؟ في حد؟ مفيش حد. كمل. في حد وفي ناس وفي ليلة زرقاء ساعتك. طب ينفع انزل ولا هموت؟ انا اشوف. ينفع يا عمي. طب المسافات في اللعبة دي غريبة. في كام واحد بقى هنا؟ 2 3 4. في كتير في كتير. انا ممكن افرقع في البرميل ده. اه ينفع. ماشي لما يقف هو هناك هفرقع في البرميل. يلا 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 البرميل. يلا بينا. يا ابني عيب عليك عيب عليك. انت ايه بتموتش ليه؟ اعمل ريلود.
وخد الطلقات دي. السلامة. ماشي خلاص. تعال اجيب الولد اللي اخد ده كفر ده. تعالى. تعالى. حد تاني؟ ايه ده؟ حسنا. ايه ده؟ ايه النطاط دي كلها؟ اتمنى الانتهاء من الحمقى. لا. طب انا ايه الكيوهات دي كلها؟ هتوصلني لفين؟ والله كان المفترض بقى ان انا ايه امشي من غير ما هم يحسوا بيا ولا ايه ده؟ ايه المكان ده؟ انتبه، قد يكون غير ثابت بعد الانفجار. من يقوم بالحفر بالديناميت؟ مرتزقة، ولكن لدى ريف خبرة أكثر. سام، ساعدني. ماذا لو كان هو الشيء الوحيد الذي يدعم النفق؟ ثم سوف أعتذر. حسنا. يا راجل، يقول له افرض ان ده الحاجة الوحيدة اللي ساندة النفق، يعني لو عملناها كده هنموت. هتعمل ايه لو موتنا؟ له هعتذر بس يعني. علينا، لو نهار النفق انا هعتذر. لا مشكلة. نعم لمرة. ماشي، هو الحظ برضو ماشي معانا الحمد لله. حاجة زي الفل. ايه ده؟ لا استنى، كنت شاصد. اوعى. ماشي كويس. خليك انت الناحية اليمين وانا الناحية الشمال. تعالى بقى من هنا نتقابل. أتبدو تلك الأشياء قوية؟ إنها قوية. أنه أشياء بقى دي؟ يلا بينا. هاي كن شديد الحذر على هذه. اوه تمشيش معايا في نفس الوقت. ايوه اروح فين بقى بعدها؟ لا ما تقولش انزل على الخشبه اللي تحت دي. انها سفن قراصنه قديمه. هذا مؤشر جيد. جيد جدا. تبا. اتذكر بحذر شديد. شكرا. خلينا هنا كده. ايوه مش ناحيه الطوبه. لو هو بخير. هو بخير. هو كمان هو بخير. يلا هو بخير. كويس. ماشي. ايه الكراكيب دي؟ مش عارفين. نطلع فوق. العاصفة تزداد قوة. كيف حالكم؟ نوشك على دخول الكهف. الكهف؟ نعم، قد ينقطع الاتصال. لا داعي للقلق. حسنا. جينا من هناك لهنا اهو. في الانتظار. يلا بينا. سأهاتفك قريبا. يلا ندخل الكهف. نجحنا. يا له من تحول. حمقى شورلاين كانوا بجوار الكهف. نعم، يبدو انني اول من وصل هنا. حس ان احنا اللي هنطلع حمقى مش هم. ايه ده؟ هيا من هنا. وهيكون هم وصلوا قبلنا. تماثيل مخيفة للقديس دازما تم. هتعمل فينا فخوخ تم. دلوقتي نيثان، يمكن القول اننا في كهف قرصان. اوه هذا باب. يبدو كذلك. ماشي، اكيد في لغز هنا ولا حاجة. برضو انظر. انه لزج. يبدو انه مش خايف يا اسطى. حاول ان تسحبه. ماذا؟ قد يكون فخا. ايوه ما انا بقول كده انت. اه بالظبط. قد افقد يدي. سلامتك خطافا. هيا اسحبه. حسنا ساسحبه. ايه ده بالسهوله دي؟ حقا. اهلا وسهلا. يا الف اهلا. ايه ده؟ ايه اهلا وسهلا؟ مثير جدا. بالاجنبي كانوا بيقولوا يا ساوزند ويلكم يعني، ولا ايه الترجمه الغريبه دي؟ احقيتهم سينتظرهم النعيم، ومن يثبت كذبهم سينتظرهم الجحيم. النعيم كان قرصانا قويا عنه كشاعر. ها
هذه ليست مقولة إيفري. ماذا تعني؟ انظر، إنه قرصان رود آيلاند. توماس تو. نعم، لا يمكن أن يكون هو هذا رمزه، لكن مات تو عند الحرب مع الأسطول الذي هاجمه إيفري. هذا ما نعرفه من القصص. إن كان هذا رمز تو فهو متورط في كل هذا، لكن كيف؟ هذا سؤال وجيه. أنا لخبطت من كتر الأسامي. يا خلصنا. زوس هوب روف وورثي شابتر 9. أنا بقول نكتفي بهذا القدر. الشابتر ده كان أخذ مننا وقت طويل جدا عشان نوصل للمكان اللي احنا فيه ده، واللعبة ممتعة وما زلنا مستمرين عليها. ايه في ايه؟ امسكي نفسك عقبال اخلص اختم بس، وبعد كده الدنيا تقع مش مشكلة. تمام. المهم وبكده يكون انتهى فيديو النهاردة. تنساش بقى لايك سبسكرايب الحاجات الحلوة دي، اتفرج على الفيديوهات اللي فاتت واستنى الفيديوهات اللي جاية، ويلا سلام.